العيسى. عاوزني اسكن شركي مع سيد؟ سيد؟ انا قصدي يعني ان احنا ممكن. لا قلت لا. استنى استنى. ايه يا ميري؟ ركي ولا سلامتك يا حبيبتي. على فكره البيت ده سلام وحش قوي. ده عيب خطير، عيب خطير. مش سهل، معلش. اسف. على بالك ميري، على بالك. مش قادره. ايه؟ طب استنى. اقعد. لا على بالك. استنى. مش قادره. استنى يا ميري. يلا اقعدوا. فين يا بابا؟ فين؟ لا مش دي. تانية. لا هنا. لا تحت. تحت. معلش ده اتزحلقت. هنا ميري. انا هتصل بصاحبة الشقة عشان اصلح اللي انت حبيبته فوق وحدد ميعاده، وانت تجهز الفلوس عشان نخلص على طول. كفاية تدليك كده. ما دلكها شوية كمان عشان تخف خالص. خلاص كفاية عشان ما تسيبش اصلا. يلا بشط النيل مجلسنا. هل تذكرين بشط النيل مجلسنا؟ نشكو هوانا فنفنا في شكاوانا، تنساب في همسات الماء أنتنا، وتستثير شجون النهر نجوانا. كفايه كده النهارده يا سيد. تسلم لنا صوابعك الدقه يا عم ابراهيم، مش عايز اعطلك اكتر من كده. طيب. السلام عليكم يا حبيب قلبي. سلام. انا بحب الجرامافون ده قوي يا عم ابراهيم، مش عارف كده لما بشوفه بحس كده بنش. وين ايه الشرايط دي كلها؟ الشرايط كلها للنقشبندي. ده مصحف مرتل. انت بتسمع النقشبندي يا عمنا؟ احب اسمعه قوي، برتاح له لما بسمعه يا سيد. الله عليك، الله عليك يا عم ابراهيم. طب ما عطلكش بقى يا حبيبي. السلام عليكم. معلش لا مؤاخذه كده يا عم ابراهيم، ايه الصوره الناس اللي لابسين طرابيش دول كلهم؟ دي السعيديه الثانويه يا سيدي. كنت بعدي عليها وانا عيل صغير. طب انت طالع من فين في دول بقى؟ انا بقى الطويل اللي على الجنب هنا. ايوه. واللي جنب مني ده بعد كده بقى وزير صحه. ما شاء الله ما شاء الله. واللي على الناحيه الثانيه من الصوره ده احمد رشوان الله يرحمه. الله يرحمه. ده مات بعد ما اتخذت الصوره دي باربع ايام. الله يرحمه. مات في مظاهره من المظاهرات اللي كنا بنعملها. ماتوا الجدع اللي جنب منه اسحاق جرجس. مظاهره. انت حضرت الايام دي يا عمنا، بتاعت الاستقلال التام والموت الزقام؟ حضرت كل الايام دي. هل انتوا ساعتها زمان كنتوا فعلا بتطلعوا مظاهرات وكلام من ده؟ وكلام من ده. اصل انا بصراحه في حياتي ما حضرتش مظاهره. لا شفت، كنت عنسى. لا حضرت مظاهره. والله حضرت المظاهرة بتاعت ماتش مصر ونيجيريا لما غلبنا نيجيريا، ولعنا الاستاديو ميها يا عمنا. المصريين هم حيوية وعزم وهمة جيبة. والله عملنا عمايل. ربنا يكرمك يا عم ابراهيم ويخليك لينا. انا عايزك تفوت عليا بقى في المحل اروقك شوية، هرجعك 20 سنة ورا وبالمرة كده اصلح لك حواجبك. الا شعرك ابتدى ينزل على عينيك كده، وابقى فكرني برضو اخد لك ودنك بالفتلة. لا دي مش عايزة فتلة، دي عايزة سلبة يا عم ابراهيم. حبيبي يا عم ابراهيم، حبيبي والله. مساء الخير. انا مساء الخير يا انسه ميري. مساء الخير. لو انت فاكر ان انتوا هتفضلوا صحاب تاني، لا انسى، خلاص ما بقاش ينفع. ده الاخوات بيختاروا بعض عشان اوضه متر في متر، مش شقه طويله عريضه. خدها واخلص، انتوا كده كده خسرانين بعض. سواء سيد خدها او انت خدتها محصله بعضها، يبقى خدها انت يا غلبان ويبقى اسمك كسبتها. ما اقدرش. Don't move, Don.
मुझे इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था डॉन। الليلة السودة انت بتزومي كده ليه؟ خرب بيت النكد اللي انت فيه. انا ما بحبش ادخلك الافلام الهندي عشان كده، انا مش فاهم ايه غيتك في الموضوع ده. اسكت. انا اول ما شفتها قلت البنت دي اختك، لان انتوا شبه بعض باين من المناخير. مناخيرك شبه مناخيرها. مناخيري يا سيد انا وميري. بس حول الله يا رب لا اله الا الله. في ايه يا ابني؟ اكيد راضي عليها صح؟ طلعتوا راضيين على بعض، يبقى مش هتجوزوا لبعض. ما انا عارف حظك الاسود في الجواز. انا اول ما شفتك قلت انت راضي عليها، لان بيبان بالمناخير. ايه علاقه الرضاعه بالمناخير؟ لما ترضى على واحده ما تعرفهاش المناخير بتنفش زيك كده. سيد انا وميري. اوعى تقول لي بقى ان ابوك لقاك على باب جامع وخدك. انا مسيحي. ما هو مش اشكاكه الدنيا برد والدنيا مطره ورعد واخدك لفك في الشرز الاسود اللي انا بتشائم منه ده وراح واخدك على البيت؟ طلعت ميري قريبتكم. بطل تهريج بقى يا اخي واسمعني. اسمعك ايه بس؟ جاي لي في السينما وحرق دمي ومعاك مني عشان ايه بتقول لنا؟ سيد الشقه اللي انت شفتها وصفتها لي ميري شافتها بالصدفه. صاحبتها ساكنه في نفس البيت، قالت لها عليها. الشقه دي بالذات عجبتها قوي، ورصة وألف جزمة قديمة. ياخد لها الشقة يتسبني وتفك الخطوبة. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا تعبت، تعبت من كتر التفكير. إيه مالك في إيه؟ عاطف أصل كان في مشوار المفروض رايحين مع بعض بكرة، وبعدين هو جاي يفكرني بيه يعني. طب يلا يلا، النهاية هتفوتك. يلا. طب عاطف أنا هنتكلم مع بعض بكرة. حاجات بكرة. سلام يا عاطف. مع السلامة. 6:30 أنا ماشي يا سيد. فيلم دراما دراما يعني. اه فيلم حلو بصراحه. انا عمري ما عيطت كده الا لما امي ماتت. شفت الواد؟ عارف اخوه بعد 20 سنه. اه لعلمك الدم بيحن برضه. ولا التاني يا عيني اللي اخوه اتفرم والتاني انتحر والتالت طصت واحنا بيه. بس بقى خلاص. ايه مش شفت معاك الفيلم هتحكيهولي تاني؟ انا ما هكملش عليا ولا اقلل مزاجي. اللي عاطف صاحبك هو كان عايز منك ايه يا